بسم الله الرحمن الرحيم. تحية إلى كل المتابعين. عمار بن يونس أستاذ سابق بالمدرسة الوطنية للإدارة، تشرفت بالتدريس بهذه المدرسة لمدة 13 سنة من سنة 81 إلى غاية 93، وتشرفت أيضا بتدريس مادة القانون الدستوري كأستاذ مساعد لمدة 7 سنوات. من واجب كل واحد يعرف معلومات وينور المستمع أو القارئ الجمهور العريض، يكون واجب عليه أن يقدم المعلومة لأننا لا نملكها وهي ليست شخصية. في هذا الإطار ونحن الآن الحديث منصب حول تعديل الدستور، هل هو تعديل؟ هل هو دستور جديد؟ اللجنة المنصبة، البعض يتحدث عن اللجنة من باب تكوينها الشخصي، البعض يتحدث عنها من باب الوظيفة الموكلة لها، البعض من حقه أنه يقول أن النظام السياسي يعمل دساتير على مقاسه، وكل هذه الأفكار يعني تتزاحم بين بعضها وفيها رؤى مختلفة. فلو سمحت نقدمه مبسط حتى لا ندخل في تعقيدات الدستور، ماهية الدستور وخصائص الدستور وأنواع الدستور. ربما هذا المجال يعرف عن طلبة الحقوق، طلبة العلوم القانونية والمختصين، لكن الجمهور العريض ما يهمه أن يعرف المبادئ الأساسية للدستور، ماهية الدستور. الدستور يعرف الناس كله أنه أبو القوانين، أن القوانين كلها تخرج من الدستور. لو نحاول نبسط المسألة، الجزائر عنوانها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هذا العنوان لابد أن نجد محتواه في الدستور. هي جمهورية، الجمهورية اسمها الجزائر بتاريخها بتوجهاتها بنضالها بثوراتها. ديمقراطية، والديمقراطية مربوطة شعبية. أفتح هنا قوس، كنت أتمنى أن تسمى الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، لأن الشعب هو الأصل والديمقراطية هي وسيلة. هنا الديمقراطية سبقت الشعب، ولكن هذا موضوع أعتقد مفصول فيه. والآن الجزائر معروفة في المحافل الدولية وقانونيا باسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تكلمنا عن وصلنا للدستور. الحق الدستور هو أب القوانين كما تكلمنا، ومنه تخرج جميع القوانين، وما كانش نص يعلو فوق الدستور إلا الاتفاقيات الدولية. هذا لأننا نعيش إحنا أعضاء في المجتمع الدولي، ومن ثم نخضع للاتفاقيات الدولية. الدستور لما يجي الناس يقول لك واش يهمني في الدستور؟ الدستور منه تنبثق جميع القوانين. أول حاجة الديباجة، وهي فلسفة الدستور، وهي جزء من الدستور، وهي مهمة جدا، هي مهمة جدا، فهي في صلب الدستور. في الدستور أيضا نتكلم كما معروف عن الدولة، عن مفهوم الشعب، وعن كيفية خاصة ممارسة السلطة. الدستور فيه شقين، فيه النظام السياسي وكيفية ممارسة الحكم أو السلطة، أو كما يعبر عنه لو ريجيم اي لو سيستيم. في نظام الحكم هنا مسألة سياسية، مسألة تاريخية، لكل دولة ظروفها، لكل دولة في الدولة الواحدة الظروف قد تتغير، لأن هنا الدستور يصبح بمثابة عقد اجتماعي سياسي بين جميع الفعاليات السياسية، سلطة كانت أو معارضة أو غيرها، سواء في الحكم. هنا هذا الشق لا يمكن
أن تحدده اللجان التقنية. هذه مسألة، وربما المشاورات اللي يقوم بها رئيس الجمهورية الآن مع شخصيات وطنية، مع جمعيات سواء جمعيات سياسية أو جمعيات مدنية، تدخل في هذا الإطار. الجانب الآخر هو كيفية ممارسة الحكم. هنا ندخل في الموضوع انت اللي معروف كامل، اللي هو السلطات الثلاث: السلطة الشرعية، التنفيذية والقضائية. الغلبة لمن؟ للسلطة التنفيذية أم للتشريعية أم للقضائية؟ هنا هذا مربوط بالشيء اللي تكلمنا عليه، اللي هو النظام السياسي. النظام السياسي، احنا المعروف عند مثلا في الثورة الجزائرية، المجلس الوطني للثورة الجزائرية كان هو السلطة العليا، والحكومة تخضع للمجلس الوطني للثورة الجزائرية، الحكومة المؤقتة الأولى والثانية. دستور 63 على ما فيه من 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 مظاهر السلطة الرئاسية وقوة مركز الرئيس والسلطة التنفيذية، لكن البرلمان كانت عنده قوة كبيرة، بحيث أن ثلثي أعضاء الحكومة منبثقين من البرلمان. ثم عندنا دستور 76 اللي فيه قوة السلطة التنفيذية عن التشريعية، ودستور 91 هو اللي أحدث قطيعة بحيث أن رئيس الجمهورية أصبح يقاسم المهام نتاعو مع رئيس الحكومة المشكلة من الأغلبية البرلمانية. للأسف في 2008 و 2016 تراجع نظام الحكم في الجزائر، وبدل ما أن كان رئيس الحكومة أصبح المركز إلى رئيس وزراء، اللي هو ما هو إلا 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 وزير منسق، وأن رئيس الجمهورية استحوذ على جميع الصلاحيات، حتى على سبيل المثال وصل به الأمر إلى غاية تعيين الأمين العام لبلدية مقر الولاية. يعني فناهيك عن مركز البرلمان دستوريا، قبل ما نتكلم على التشكيلة نتاعو دستوريا أيضا الصلاحيات قلت. الآن المطلوب هو إعادة هذا التوازن، ونرجع هنا لو سمحت للمادة 87. المادة 87 على ماذا تنص هاتين المادتين اللي يتكلموا على السيادة الوطنية وممارسة السيادة الوطنية؟ السيادة الوطنية ملك للشعب، تقرأها منيح. الشعب مصدر كل سلطة في المادة 7، والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده، ملك للشعب وحده. المادة 8 جي تفسير للمادة 7. السلطة التأسيسية ملك للشعب، معناها هنا السيادة الوطنية، أن السلطة التأسيسية هي التعبير عن السيادة الوطنية، ويمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسة الدستورية التي يختارها من خلال الدستور، اختاروها من خلال الدستور. لذلك هنا هذه إحدى أهمية أو جه أهمية الدستور، ويمارس هذه أيضا عن طريق الاستفتاء بواسطة ممثليه المنتخبين. معناها أن هذا الاختيار نتاع الأجهزة والمؤسسات الدستورية يكون عن طريق الشعب دائما، سواء بالاستفتاء أو عن طريق ممثليه المنتخبين. أنا هنا نفتح قوس، لا أحبذ كلمة انتخابات نزيهة. كلمة نزيهة كلمة أخلاقية، الحقيقة تكون انتخابات شرعية قانونية تكفي. النزاهة مسألة أخلاقية، قد نختلف في مفهوم النزاهة، لذلك التعابير هذه اعتبرها دخيلة عن الجانب القانوني وحتى عن الجانب السياسي. هنا أهمية الدستور مهما كانت. طيب الآن واحد يقول لي الدستور تعدوا لجنة،
هنا لابد من قول شيء. في جميع الدول تعهد مسألة التعديل أو الإنشاء دساتير إلى لجان مختصة، غالبا مختصين في القانون الدستوري. السؤال المطروح أو من جملة الأسئلة المطروحة، هل اللجنة تكفي؟ هل أهمية التشكيلة البشرية للجنة تكفي؟ هل أن اللجنة تأخذ برأي السلطة فتعطيها دستور على المقاس، أم أن اللجنة تكون لجنة تعطي الرأي للسلطة، تنير السلطة وللسلطة أن تختار؟ وهنا وين يوصل الاختلاف ووجهات النظر المتباينة بين هذا وذاك. الحقيقة على ما أرى أن اللجان تعد مشاريع، والإديال يعني المطلوب من هذا اللجان تاع النخبة أنهم يديروا دساتير على مقاس الشعب، ما تكونش على مقاس السلطة، لأن السلطة تتغير. والدليل أن في 20 سنة اللي فاتت تعرض الدستور إلى تعديل على مقاس السلطة، وهنا ما نكونوش أمام دساتير اللي دير تقاليد تحكم، تقاليد مؤسساتية. كل الناس يتحدثون عن دولة المؤسسات، ولكن ربما أكثر الناس حديثا عن دولة المؤسسات هم الذين يخرجون عن إطار المؤسسات الدستورية. لما نأخذ ظروف اللي راه يتم فيها التعديل الدستوري الحالي، لابد من ذكر شيء مهم، وهو أن الدستور الجديد سواء كان تعديلا عميقا أو غيره يدخل في إطار استعادة الثقة لذاته. رئيس الجمهورية في تعيينه الوزير الأول قال لابد من استعادة الثقة بين السلطة والشعب، هذه حقيقة. لذلك تدخل هنا الجانب بتاع المشاورات السياسية. لا أتكلم عن المشاورات السياسية، لكن ما أتمناه أن كل الشخصيات التي يستشيرها رئيس الجمهورية على نحو ما حدث أنها تعطي للجمهور وللشعب تصريح إعلامي حول هذه المشاورات. هذا أيضا يدخل في إطار استعادة الثقة بين السلطة والشعب. هنا قلت العمل اللجنة راهو ساري. العمل اللجنة لو نأخذه على سبيل التبسيط، تقريبا كل الناس سياسيين وقانونيين متفقين على مبادئ أساسية في تنظيم الحكم. وش هي؟ الفصل بين السلطات، التوازن بين السلطات، تقوية جهاز الرقابة، هذا هو الأساس. أن صلاحيات رئيس الجمهورية تصبح أقل مما كانت عليه، يتقاسمها مع رئيس حكومة، رئيس حكومة وحكومة منبثقة من الأغلبية البرلمانية. ولاحظ أن كل حديث نتاعنا يدور حول المادة 7 والمادة 8، معناها دائما نرجع أن الشعب هو صاحب السيادة ويمارسه عن طريق منتخبيه أو عن طريق الاستفتاء. لذلك لما تتحدد هذه الأمور نكون في دولة القانون، ودولة القانون تحميها جهازين اللي هي السلطة القضائية تكون مستقلة، ويحميها السلطة الرابعة اللي هي الإعلام. الإعلام اليوم أصبح قوة أكبر مما كان عليه. علاش؟ لأن اليوم الإعلام الإلكتروني سبق
كل وسائل الإعلام التقليدية سواء المسموعة أو المرئية أو المكتوبة. ولذلك لابد من تنظيم هذا القطاع تنظيم محكم ليقدر يجمع ما بين الحرية وحرية الرأي التي لا تتجاوز حريتي للمس بالآخرين. لابد هنا نتعلم ندير تقاليد جديدة في الإعلام أن حرية هذا تنتهي عند حرية الآخر. والفاصل بين 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 الاثنين هو العدالة. الفاصل بين الاثنين هو العدالة. للأسف حرية الإعلام إذا كان لم تفهم على حقيقتها تصبح مدمرة. فيه مسألة تتداول كثيرا. قال والله الناس ما عندهاش ثقة في السلطة. وبالتالي كل ما يأتي من عندها فهو مرفوض. الحق هذه كلمة حق أريد بها باطل. الشعب في عمومه يعني فعلا مع اللي حدث خلال 20 سنة الماضية ولا ننسى على السنوات اللي قبلها. الحق الجزائر تعيش أزمة منذ 30 سنة ما هوش 20 سنة فقط. الشعب من حقه في عمومه أن يفقد الثقة كليا أو جزئيا في السلطة. لكن إذا خلينا التشنج هذا والتطرف الجزائر للجميع ويبنيها الجميع لابد على السلطة أن تقدم مؤشرات وخطوات عملية لاستعادة هذه الثقة. وأيضا عموم الشعب بأحزابه بجمعياته بالحراك نتاعو بالمثقفين نتاعو والنخبة أيضا أن يتفهموا ونقرب وجهات النظر البعض من أجل مصلحة الجزائر. لأن مانيش ديماغوجي باش نقول الخطاب المعروف الجزائر تتكالب عليها الناس من كل جهة والجزائر في خطر والجزائر في أزمة رغم أنها حقائق ولكن ما تبررش أي تعسف أو أي خطأ تقوم به السلطة. هذا لابد إذن التوازن والتقارب. وزايد يعني أنا أرفضك لأن ولو تعطيني شيء جيد أرفضك. ما أعتقد هذا خارج المنطق. المعيار بين السلطة والشعب هو ماذا تقدم السلطة من إيجابيات. وعلى الشعب والحراك والمثقفين والأحزاب والجمعيات أن تعي هذا الشيء ونتقارب مع بعض. وفي الحقيقة أعتقد أن الجزائريين ما يعرفوش بعضهم لو يلتقوا ويتحاوروا وكذا راح يتفاجئوا أنهم قراب من بعضهم كثير. اللهم بعض الفروقات اللي لابد أن تحترم. إذا اختلفوا فالرأي الوحيد اللي يفصل في الاختلاف هو الشعب عن طريق الانتخاب. ومرة أخرى نقول انتخاب شرعي ولا أقول نزيه لأن كلمة نزيه هي كلمة أدبية أخلاقية. وإحنا نتكلموا على القانون على دولة القانون دولة الفصل بين السلطات دولة القضاء المستقل دولة الإعلام المستقل الذي يحترم حرية الآخر. وبهذا أعتقد أنه بإمكان الجزائر أن تكون رائدة. وليس هذا غريبا. الناس اللي عاشوا المرحلة نتاع الدستور 91 واللي ما عاشهاش يقدر يرجع للأرشيف ويعرف هذه المرحلة. في الحقيقة كنا نموذج للديمقراطية في العالم العربي في إفريقيا. وهذا ممكن استعادته بل ممكن أننا نستفيد منه ونضيف عليه إيجابيات كثيرة. الحق يعني شكرا لأنك سمحت لي بالفرصة هذه. فيما يخص عمل اللجان نقدر نقول تقنية لإعداد دساتير أو تعديل أود الإشارة إلى مسألة مهمة للأسف في الجزائر دائب عليه. إحنا معروف في الجزائر قانونيا أن النسخة طبق القانون المدني
النسخة الأصلية في القوانين هي النسخة العربية، والنسخة الفرنسية هي ترجمة للغة العربية لنص اللغة المكتوب باللغة العربية. لكن للأسف القوانين تاعنا بما فيها الدستور الظاهر أنها تكتب باللغة الفرنسية وتترجم اللغة العربية، وهنا الترجمة أحيانا تكون من غير مختصين. أذكر على سبيل المثال في الدستور 2016 مادة في غاية من الخطورة، هي المادة 14 من الدستور. وش تقول المادة 14؟ لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني. التراب الوطني، لكن في النص الفرنسي وهو المكتوب الظاهر هو الأصل، التعبير سليم، يتكلم على لو تيريتوار ناسيونال. لو تيريتوار ناسيونال الترجمة نتاعو الإقليم وليس التراب الوطني. علاش؟ لأن الإقليم يشمل التراب الوطني ما فوقه وما تحته، والمجال الجوي والمجال البحري. فلما نتكلم عن التراب الوطني معناها أنني أنقصت السيادة عن المجال الجوي والمجال البحري. إذن المسألة هنا مش مجرد ترجمة ما هيش في محلها، ولكن مسألة أخطر، أن الدستور الجزائري يتنازل دستورياً عن المجال الجوي والمجال، رغم أنه في مادة أخرى يذكرها بكل سهولة. نقرأها لكم لو سمحتوا في المادة 13، تمارس سيادة الدولة على مجالها البري ومجالها الجوي وعلى مياهها، كما تمارس الدولة حقها السيد، وهنا ليس السيد وإنما السيادي، لأنها سوفرانتي من سيادة وليس من السيد. هذه أيضا ترجمة، الذي يقرر القانون الدولي على كل منطقة من مختلف المجال البحري. إذا لاحظ في المادة 13 تكلمنا عن السيادة في المجالات جميعها، لكن في المادة 14 يتكلمني على التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني، عن اليابسة فقط. إذن لاحظ التناقض بين المادة 13 والمادة 14، وهذا لا أعتقد أن المختصين لا يعرفون هذا، فهم يعرفونه أكثر مني، ولكن نتيجة خطأ في الترجمة من غير مختصين في القانون الدستوري.